تقدم شيخ الازهر الشريف فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب خالص التهنئه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزاره الداخليه قياده وضباطا وافرادا وجموع الشعب المصري بمناسبه عيد الشرطه وذكرى ثوره الخامس والعشرين من يناير واعرب شيخ الازهر الشريف عن تقدير الازهر للدور الذي يقوم به رجال الشرطه في حمايه الوطن والمواطنين متقدما بخالص التحيه والاعتزاز لشهدائنا من شباب بمصر وابطال الشرطه المصريه البواسل الذين ضحوا بالغالي وبالنفيس لتنعم مصرنا بالامن والامان داعين الله ان يتغمدهم برحمته وبمغفرته وان يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وان ينعم علينا بالخير والامن والاستقرار والسلام